السلام عليكم. بغينا كنتواجدوا اليوم كما كتشوف وي اليوم حنا سعداء بهذا القنطره اللي غتكون متنفس وحيد ما بين جماعه المحمديه وجماعه بني خلف، واللي غتفك العزله على على بعض الساكنه اللي منهم رياض السلام، اقامه رياض السلام، الفتح واحد وجوج والبلوكات واحد جوج ثلاثه اربعه وام الرايات. فهذا متنفس صراحه، متنفس الوحيد اللي كنا كنتظروه طال انتظاره لعده سنوات. في اليوم كنشوفوا ان الاشغال تبارك الله غاده بواحد السرعه، فهذا هادشي جميل صراحه. فكنشكروا احنا كجمعيه المجتمع المدني ومتبعين الشان المحلي، تنشكروا عماله المحمديه وجماعه بني خلف جماعه المحمديه. مجموعة النفع الاقتصادي اللي كانت هي ضمن الشراكة ديال هذه باش تصوب لنا هذه القنطرة، فهذا الشيء والله العظيم هذا الشيء كيفرح صراحة، هذا الشيء كيفرح. وكنشوفوا بأن عملة المحمدية أن غدا في واحد الازدهار. هذا احنا بالذات انك كما غتجي تقريبا اللي كنا كنضربوا مي با واحد ربع ساعة ولا ثلث ساعة، عندنا تقريبا خمسة ديال الدقائق أو أقل، يعني من البلوك واحد الجوطيه او جامع مالي تقريبا عندنا سهل هذا صراحه، غير هبطه بالزربه الخضر ممكن تمشي على رجليك. فكما قلت لك هذا واحد متنفس لك. صعيب بحال هذا المشروع هذا، ما هي ماشي بالسهل انك تربط ما بين جماعتين محمديه وبني خلف، ماشي بالسهل لانك كاين هنايا طريق السيار، وتبارك الله كما قلت لك طال انتظار ديالنا، وتمنى يكون الفرج عما قريب باذن الله تعالى. سيدو من جديد اكد لنا الباص هذا شارع تادله المؤدي الى جامع مالي، او كما معروف باتجاه ديال الجوطيه بني خلف. دونك من هنا كما قلت لك ام الرايات الاتجاه ديال الجوطيه، فهذا كما قلت لك واحد كيسهل الولوج للساكنه ما بين الجماعتين المحمديه وبني خلف، فهذا الشيء الصراحه هذا الشيء رائع. كيما كتشوف ان القنطره مشات داز الكوردرون، دونك ما بقاش بقات شي حاجه ديال الاشغال ديال الاناره العموميه. القنطره بحال هكا في المحمديه بهذا الشكل؟ لا حاليا دابا حاليا لا هذاك هذوك ديال الماء، هذوك كيما ديال هذوك خاصين غير المتنفس ديال الماء، هذاك هو الشرايين ديال الماء اللي كان كيهبط ما بين بني خلف اتجاه المحمديه. كما كانت كتعرف ما كاينش القنوات الصرف الصحي اللي كانت تتربط ما بين المحمديه وبني خلف، دونك حنا الان كيما كنشوفوا بام عينينا هادشي غادي زوين صراحه. القنطره رائعه، هادشي تيفرح مزيدا من التالق. شكرا لكل من كان سبب في هاد القنطره. اضافه لعندك السردوان، واللي عجبني كذلك هو مثال بانك تشوف ان كاين الممر ديال الراجلين مخلين تقريبا واحد ميبا واحد جوج متر وشي 20 جوج متر و 30، دونك هادشي راه تيفرح لان عند المواطنين عندهم الراجلين عندهم من يدوزوا. فالقنطره تقريبا شو كيف سال العلود تبارك الله 6 متر وشي حاجه، هادشي راه كيفرح. يدوز الرموكات يدوز اي حاجه اللي بوكلان كلشي يدوز من ما كاينش شي حاجه اللي ممنوع عليه. تقريبا سمعنا من بعض المسؤولين ان غيكون واحد الفرق ديال خط هنا اللي كيفاصل ما بين الدراجات العاديه والناريه والسيارات، يعني كاين واحد الباساج خاص بهم. فهادشي تقريبا شي 6 متر و60 ديال العلو، هادشي اللي المعطيات اللي عندنا. صافي.